الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في بداية جلسة اليوم، وكما نشاهد مؤشر سوق أبو ظبي مرتفع ارتفاع طفيف، والمؤشر حاليا عند 9537 نقطة. تداولات فاقت 55 مليون سهم في سوق أبو ظبي بقيمة تجاوزت 375 مليون درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبو ظبي، أدنوك للحفر على رأس القائمة وارتفاع بأكثر من 2%، ريبسونز بلس القابضة أيضا ارتفاع بأكثر من 2%، وكذلك هو الحال بالنسبة لـ ADC Corporation ارتفاع بأكثر من 2%، شميرة ارتفاع بأكثر من 1%، ومجموعة أغذية ارتفاع أيضا بأكثر من 1%. الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق العاصمة أبو ظبي آي سي على رأس القائمة، تداول أكثر من 104 ملايين درهم، مجموعة ملتي بلاي تداول نحو 39 مليون درهم، ألف ظبي القابضة أيضا تداول قرابة 38 مليون درهم حتى اللحظة. بالنسبة لسوق دبي ارتفاع بنحو 13%، وبالنسبة لسوق دبي من تداولات سوق دبي أكثر من 46 مليون سهم، وقيمة تجاوزت أو بلغت قرابة 200 مليون درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي، الإثمار القابضة على رأس القائمة ارتفاع بأكثر من 3%، اكتتاب القابضة ارتفاع بأكثر من 2.17%، دبي للاستثمار ارتفاع 1.17%. الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق دبي شركة الخليج للملاحة القابضة، تداول أكثر من 21 مليون درهم، أمانات القابضة تداول أكثر من 21 مليون درهم أيضا، إعمار العقارية تداول أكثر من 19 مليون درهم.